لا تزال الأمور متوترة للغاية في المناطق الشمالية في قطاع غزة، تحديدا في محيط المستشفى الأندونيسي الواقع في بيت لاهيا شمال القطاع. الدبابات الإسرائيلية تحاصر المشفى، تقع بالمقربة من هذه المشفى وتطلق القذائف المدفعية على المشفى، والتي وصلت إلى المشفى وقتلت هذه القذائف ما يقارب 12 مواطنا فلسطينيا من الجرحى ومن المرافقين لهؤلاء الجرحى، وأصيب على ما يبدو كادرين طبيين في المستشفى. إدارة المستشفى أو المصادر الطبية تحدثت عن أن هناك عدد كبير من النازحين داخل المستشفى أيضا، وأن أي قذيفة مدفعية ستقع ستلحق أضرارا بشرية وستلحق يعني عدد من الضحايا بسبب الأعداد الكبيرة داخل المستشفى، فأينما تقع هذه القذائف ستقتل المواطنين في أي مكان. وأيضا هناك أنباء تحدثت من داخل المستشفى عن أن عدد من النازحين حاولوا الخروج من المشفى باتجاه جباليا إلى مدارس الإيواء الموجودة في جباليا والقريبة نوعا ما، وهي مناطق شمالية جميعها، وأن القصف طال بعض العائلات التي حاولت النزوح من المستشفى إلى مدارس الإيواء، وأن هناك عدد من القتلى بسبب القصف المتواصل والذي طال هؤلاء الذين حاولوا الهروب من المستشفى إلى مدارس الإيواء في جباليا. وجميع هذه المناطق أساسا، جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، كلها تقع في دائرة الاستهداف الجوي وأيضا المدفعي. ما زلنا نشهد حركة نزوح من بعض المناطق الشمالية وجباليا وأيضا من المناطق الشرقية، نتحدث عن التفاح والزيتون وشجاعية وغيرها من المناطق. هذه المنطقتين جباليا والمناطق الشرقية، قال الجيش الإسرائيلي بأنه وسع عملياته البرية لتشمل تلك المناطق. بالأمس كان هناك الآلاف من سكان المناطق الشرقية في مدينة غزة، تحديدا من الزيتون ومن حي الصبرة والتفاح، جاءوا إلى المناطق الجنوبية. وأيضا هناك بعض العائلات التي نزحت من الشمال مثل جباليا، ولكن لا تزال جباليا مكتظة بالسكان بالفعل، وغالبية السكان يرفضون ترك منازلهم ومدارس الإيواء الموجودة في جباليا. ويبلغ عدد المدارس التابعة للأنر وهناك 21 مدرسة مكتظة تماما، ولا يخرجون ولا يحاولون ترك منازلهم والقدوم إلى المناطق الجنوبية. لا نعرف هل هو يعني هم يريدون أن يتشبثوا في أماكنهم، أم أنهم لا يستطيعون على النزوح بسبب قدراتهم المادية، أم خوفا من رحلة النزوح الشاقة والمكلفة والمتعبة والخطرة أيضا.